يا فهم أحلى راديو أحلى مستمعين 7:19 دقيقة 69 مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى. نكملوا في الأخبار متاعنا. يقول لك الفلوس تجيب السعادة تشري السعادة. خليني نبدأ بالكابتن، عارف قلبه معبي يهمك ولا ما يهمكش؟ تقول قلبي معبي أنت لما حالة ما يهمكش في الفلوس، نعرف أنت آخر همك الفلوس. شو فلوس؟ الفلوس عمرها ما كانت هاي مسخ الدنيا مسخ الدنيا هي الدنيا مسخة ما يهمنيش. قول لك عليها خاطر الساعة هذه اللي تعملت في أمريكا ساعة ما يهمنيش. وحاجة أخرى السعادة نسبية لا أكثر ولا أقل، معناه كل واحد يميل كيف يشوف زاوية السعادة. ولو نعرف أنا بلدان فيهم وزارة الكد، فهمتني؟ في دبي فما وزارة السعادة هكا ولا وزارة السعادة ووزارة لا مستحيل عمليه والعمليه ها ردبي مستحيل لا مستحيل صح عليهم. عندهم وزارة التسامح وعندهم وعندهم كل شيء. احنا نشموا في ريحة السعادة، الريحة بركة نشموا فيها هكا. شاكي بيهمك ولا ما يهمكش؟ لا ما نعرفش ساعة قبل وين تتباع معناه. لا معناتها قاعد هذا بالمال نشتري السعادة فعلا. معنى هذه عندك سعادة معروضة في الأسواق. هاو فسر هي دراسة، هي اتيود تقول لك كل ما يكون الدخل متاعك أرفع كل ما أنت تحس بالسعادة أكثر. والله اسمعني، هو الفلوس أكيد مهمة بيني وبينك، معنى اسمعني من غير فلوس ما غير لغة خشبية ما غير دبلوماسية. أنا ما تكفيش وحدها، ما تكفيش وحدها، لأنه إذا تعرف تحسن تصرف في فلوسك وفي دنيتك وتلقى الناس الباية والجو الكيمياء الباية مع الفلوس أكيد تزيد السعادة متاعك. صاحبة السعادة مجدوني شيرني. ما يهمنيش على خاطر فما مثل هما دايوغ اللي بداو بيه الأرتيكل اللي كنا نعرفوه، المال لا يستطيع شراء السعادة. ألوغ كو سي با فغي. وقت اللي واحد يلقى باش يوكل صغارو ويلقى باش يعيش ويلقى باش يداوي باش يكون مرتاح أموا غيان كل راحة راهي الراحة سعادة. أنت خاطرك تبدا مرتاح نفسانيا تبدا سعيد. أنس يهمني برشا لأنه معناتها ذي المثل ولا شكون طلع به المتحيل اللي طلع به نتاع المال لا يستطيع شراء السعادة. المال يا شي يستطيع شراء السعادة. تصور واحد معناتها يخلص في 800 دينار ويشد 3 مليار دويت في اللورو مليون ولا دي مش سعادة، يتكربس بالسعادة الحقيقة معناتها باوي سي فري كو المال سي معناتها فاريابل بالنسبة للعباد. معناتها تصور أنت واحد عنده 100 مليار يخسر 80 مليار يمشي ينتحر، تو يقعدوا له 20 مليار تقول معناتها صفاء معناتها يتصورت بها وبشعيش. لا يمشي ينتحر. واحد تلقى عنده شهريته 300 دينار يربح 700 دينار في البرومو سبور ولا التي ار سي يعديها شهرين وهو فرحان هكا الضحكة لهوني. فلذا هالمثل هذا المال لا يستطيع شراء السعادة مش نوافق الزواولة فقط الزواولة ايه بيعوا فيه بشكل عبيد. ولذا يهمني مالك اللي بعد اللي بعده وزير الصحة عبد اللطيف المكي يقول انه التراب التونسي خالي تماما من الكورونا فيروس. شكيب درويش يهمك ولا ما يهمكش؟ لا اكيد يهمني، الموضوع يهمني برشا. وبالمناسبة نحب اقول حاجة، لانه فعلا التوانسة ما فرحناش، قاعدين نكدوا على بعضنا ياسر اراو اللي صار قطع النظر على شكون وراه. عبد اللطيف المكي نهضاوي مش نهضاوي، انصاف بن علي وزارة الصحة كوادرها ناسها وعي العباد الاعلام اللي هو يلزمنا نفرحوا. راو اللي صار في تونس حاجة استثنائية ويفترض نهنيه وبعضنا عليه. شوف على يمينك، شوف على يسارك، شوف الموتى، شوف المصابين، شوف السبيطارات، شوف الناس الطايشة في الكلوار. حد الساعة ما فرحناش، رانا قاعدين نكدوا على بعضنا. المشكلة أنه عبد اللطيف حب يفرح التوانسة ويفرح ويحكي على المنجز، ولكن حد الساعة ما فرحناش كيما يلزم بأنه بلادنا من غير كورونا. مجدولين أكيد يهمني على خاطر بالحق المجهودات اللي تعملت راه، وإحنا رينا في الجمعة الأولانية كي ظهر أو هما ساعة أداو اليمين شكون لو لوندوما ظهر أول حالة، معناها طول بداو في الجستيون تاع الوباء هذوما. هو عام معناها إذا كان باش نحكيو على الأرقام غيالمون سي فغي اللي صفر حالات اللي المحليه والحالات كلها وافده، لكن لي بورتور سالي مازال ما عندناش عليهم فكره. واللي اليوم نعاود نقول بربي الاجراءات الوقائيه ارجعوا لهم وغيالمون ميسالش. وقت اللي تبدا عندنا مؤسسه نجحت نقولوا راهي نجحت، بيان سور نجحت مع المجتمع المدني، لكن زاد راهو مازلنا عملنا ايتاب ومازال راهو ردوا بالنا. انس يهمني برشا وفرحان برشا بالخبر هذا على خاطر، وفرحان بالحاله التونسيه لانه الحاله التونسيه استثنائيه وماناش عارفين علاش تونس معناتها الحمد لله مش معناتها النق كما يقول، عرفت؟ ليه علاش تونس ما صارش فيها كيما البلدان الاخرين اكل فليش هذيك نتاع الاصابات ارتفع وطاح تيحه واحده. الحمد لله ماناش بيك لازمنا بيك ليه الحمد لله. علاش احنا ماناش كي البلدان الاخرين الحاله التونسيه؟ والله البسه بديت من الاول باهي بعد البسه انا بنشوف انا كنت عليها ليه شو سي تان كان اومبيريك معناتها حاله
معناتها للدرس معناتها الحاله التونسيه حتى برا. راهو انا متاكد اللي برا باش يجيو يشوفوا علاش تونس غير بلدان العالم اغلبيه بلدان العالم معناتها صار فيها الشوت هذه. الحاجه اللي نحب نقولها اللي الخبر سعيد لليوم ويزمنا نفرحوا لليوم، لكن ما نعرفوش بعد حلين الحدود هذه شنو اسكو ينجم يرجع الاصابات تعاود ترتفع بالكورونا، ولا باش نقعدوا كيما قال وزير الصحه معناتها كيما مثلا جزيره جربه. تصور انت جزيره جربه خاليه من الكورونا، مش هذا ارغيومون تاع توريزم، مش ارغيومون تاع سياحه اللي ما فهمش كيف. لكن هل يلزمنا نبيعوا هل انه ما ينسحب على جزيره جربه ينسحب على باقي جهات الجمهوريه ام لا؟ ايضا لا بالطبيعه، شو جزيره جربه ساعه جزيره، ثانيا اش معناتها جزيره؟ معناتها تعرف تنجم كل يتسكر عليها حتى تدخل بوم واش بيصير. لكن الحاجه البيئة اللي جزيره جربه راهي في تونس من ارقى الوجهات السياحيه في تونس وفي حتى في المتوسط. معناتها كي تمشي كي تقول جربه سي فما كلاس نتاع توريست يمشيو لها، وهذا معروف معناتها مالك. معناتها هذايا الارجيومون تنجم تبيع به ديستيناسيون جربه، وان شاء الله معناتها كيما يقولوا نسلكوها بالخير كابتن بالبسطة ان شاء الله نسلكوها. يهمك ولا ما يهمكش الساعة؟ لا بالطبيعة تتحل الحدود يا كابتن خالد، نمشيو نروحو بيوت تاع مرسي كيما سي العجرودي. يهمك ولا ما يهمكش؟ يهمني بالطبيعة، يهم بلادي ويهمني سي فري. فهمتي ولا الحمد لله يا ربي معناها ما عشناش كيما عايش، ومازالت العالم عايش توا بالالاف قاعدين توا الاصابات. فرنسا البارح والناس الكل والمانيا رجعوا ريكونفينمون اتونسيون، لان الوباء غدار. هذا من ناحية في تونس صحيح، أن إذا قبيلة قلنا دراسة بالمال تشتري سعادة غدار. الوباء غدار، هذا الوباء غدار تعرفوش ما تعرفوش يا كابتن. الدراسة قبيلة بالمال نشتري السعادة فعلا، أنا نقول بالصحة نشتري السعادة فعلا. تربط وليت يبدع ولا وقت واحد يعمل اسمع واحد يعمل فيلو بعد يعمل دروا يعلموك البلان يعلموك كذا والربط وهكا. اما ما يمنعش باللي ما يمنعش كلمه، لانه فما لوم توا اللي قالوا ناس مهم، فما لوم برشا على رئاسه الجمهوريه وعلى الدبلوماسيه التونسيه اللي ما بعدش الوجهه التونسيه كوجهه امنه وخاليه من الكورونا. لحد الساعه بلجيكا يظهر لي حطتنا على بلاك ليست وكذا، وانه فما سفر معناها لتونس، فيفترض انه تنشط دبلوماسيتنا باش تبيع للعالم انه رانا وجهه ملاذ امن خالي من الكورونا. هذا مهم، وهذا بشهاده تقارير منظمه الصحه العالميه، ان الاحتياط واجب. ما تعرفش لو روبون فيرال وقتاش يجي الاحتياط، والحمد لله ربي معناه كما تكاتفت الجهود. اي تكاتفت مشكو عنده نفحلنا بالعربيه الفصحى المده هذه. كابتن كيف تكاتفت ويلزمنا تباعد اجتماعي واحنا بالتباعد؟ شو تحب ترجعوا المرض خالي من الكورونا؟ تباعد جسدي ديسوساسيون فيزيك وتكاتف كيفاه ويدلي بدلوه ونمشي للاخبار اللي بعده. الاخبار اللي كنا حكينا عليه المده اللي فاتت، رجل الاعمال التونسي محمد العياشي قال العجرود يقول نحلم بانه رونالدو وزيدان يكونوا موجودين في اولمبيك مارسي. انس يهمني يهمني على خاطر نحب نقول سي العجرودي معناتها هو مازال ما مشاش لمارسي ويحب يجيب كريستيانو وزيدان. يحلم راجل يحلم اي وينطبق عليه المثل اللي يقول وقتاش تولد وسماه احمد. معناتها شو هذا ورق اللي هو ما يعرفش الكوره، اللي ما كريستيانو رونالدو 35 سنة قيمته التسويقية اليوم غالية، لكن كي ما تنجمش تبيعه. معناتها بريزيدون تاع جمعية تاع أوليمبيك مارسي يلزمها أن بلان استراتيجيك دافونيغ باش ترجع به جمعية قوية في فرنسا، مش بالطريقة هذه، مش برونالدو وزيدان ما تبناش هكا. خاصة مع يعرف كابتن خالد ما نعرفش كي بيعرف ولا أنت تعرف بيان سور أنت حق نتاع الرياضة بيدها، اللي في أوروبا فما اللعب شو اسمها هي الروح الرياضية المالية فير بلاي فينونسي معناتها أي المالي معناتها المالي معناتها أنت جمعية ما تنجم تصرف قد ما تدخل. وهذا جديد ما كانتش قبل، خاطر قبل كان يجي مستثمر كيما في مانشستر سيتي وكيما في اول بي اس جي وكيما في تشيلسي يجي يحط برشا فلوس ويشري. لا 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 توا جائزة فما توا قواعد اللعب النظيف المالي اللي هي حتى ما عليك ما تنجم تصرف. نعرف يا كابتن حاولنا نطبقوها في جمعيتنا وسيتي امبوسيبل. لا في تونس ما تنجمش على خاطر مجرولين. اش قالك في الاخبار هذايا؟ هو الاخبار ما يهمنيش كان حاجه واحده، انا من عشاق رونالدو وريال مدريد. قلت لي مشى اليوفي عرفتك اللي نبدا هكا نتفرج حسيت بالغصه في قلبك. قلت لي نمان معناها حاجه اخرى. فما زوج رونالدو لعبوا في ريال مدريد كريستيانو رونالدو حاجه اخرى. لذلك ما تفرجش في رونالدو الحقاني.
ليه رونالدو البرازيلي حقاني شو انا ما كنجمعه اللي في الكوب دي موند وقت اللي شيرر وماكمانامان اهلا وسهلا اي وقت اللي مزنا في الخطان تاع الياغورت السيده الوزيره تولى تحركت فيها من الداخل هي نوما ساعات كي ناس ما تعرفش الكوره ما فماش ماكمانامان نذار شو ما كانش ملاعب لا 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 شعره شعره لا كابتن خالد هاي جاوبتك قدك مزيان شعره ارتب هو مش هو بركه مزيان به هاي سي خالد هاي سي كابتن شو هذه المسلسل تاع الصيف في 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 فرنسا توا واحنا المره قلت معناها هو قال جو سي با بورتور دو فاليز مي هو بورتور دو فاليز ما هو دور سيد العجرودي في هذا المسلسل فهمتني سيدي بشيل شنط ارم بشيل شنط بورتور دو فاليز نعم يا سيدي خاطر شو هو انترميديير بون بور لو مومون هذا مسيو كورت هذا الامريكان يشوف يبيع ولا ولكن تو بدا يلين خاطر شو شو يقولوا تو يقولوا ان الامير ولي العهد محمد بن سلمان ما ينجمش يتكلم مع كورت يلزموا جماعه اخرين وفما الوليد بن طلال هذوما الكل فما كونستراسيون تاع بنوك كبيره فهمتي باش يشريوا مرسي فهمتني وسي العجرودي قال لك انا عندي مشروع كوني ثقافي باش يجمع الحضارات تاع البحر الابيض المتوسط اسمع ويتمنى اسمع اي كرسي بالعلي وهي الحكايه كل شنو هي الحكايه كل شنو الحكايه هي مشاو غادي السعوديين في الخليج مشاو لباريس مشاو لفرنسا باش يحاكوا قطر تاع باريس سان جيرمان قطر هما مرسي والله اعلم شكيب بالعجرودي يحلم من حقه ولا لا يهمك ولا ما يهمكش الخبر والله كنت اتمنى يحلم تونسي معنا بصراحه معنا والله شد جيبس راهو تحت والله شد جيبس تحت اقسم بالله العظيم لا الصراحه نقول لك حاجه ما نعرفهمش شكون هم هذوما بجد معنا الناس هذوما شكون العجرودي هذا شكون يعرف كيف اللي تحكي على رونالدو زيدان ما تعرفهمش انا نحكي لك على زيدان مش حكي لك حكايه على زيدان بس في ساعه في كلمه في كلمه انا تفرجت مره في دار فريد بغدير على فيلم زيزو باش تعرف الناس الفرنسيس شي يقدروا معنا القامات نتاعهم ونجومهم سماه زيزو في تونس في فرنسا سماه البارفان دو برينتون علاش ما سماه زيزو في فرنسا الفرنسيس قالوا له لا هذا زيزو نحن قامة ما تسمي بالضبط مقدساتهم الرياضية ما سميش باسم زيزو أما العجرودي هذا أنا أتمنى نعرفه شكون زميلك زميلك في شكون نتمنى أنه يحلم توسي وتكون الأجندة متاعه أجندة تونسية يزي متنبيرة ناس مش أجندة غير أنا نتصور نجيبه في جنوبية راجعين نمشيو الأخبار هكا شوية جدية مع قسم الأخبار وسلمة اللي في إي إف إم إكسبريس رجعت لك استنى